دي حلقة جديدة من برنامج الفكرة. أنا محمد محسن. النهاردة هنتكلم عن مشكلة مجتمعية مهمة جدا وسلبية جدا جدا، والحقيقة بتضايقني جدا، وعلى مدار السنين مش شايف ان في اي بروجرس بيتم في الموضوع ده، تمام؟ بل بالعكس بتزداد سوءا. المشكلة دي متعلقة بالخلفة الكتير. بصوا يا جماعة، فكرة ان انت تجيب عيال كتير وانت فاهم ان هم عزوة خالص، تمام؟ يعني انت كده بني ادم محتاج علاج نفسي. فكرة ان انت تجيب عيال كتير وانت معاك فلوس وفاكر ان دي حرية يعني او دي حاجة كويسة، برضو خالص انت محتاج علاج نفسي برضو، تمام؟ لان انت لو انت متخيل ان انت عندك مثلا 10 عيال وانت ملياردير، تمام؟ اوعى تقنعني لو قعدنا بقى نناحي ونزعق لبعض للصبح ان انت هتربيهم زي ما هتربي 2، لا يمكن. لو زي ما هتربي 1 لا يمكن برضه، تمام؟ تركيزك لما بتشتت وتوزع على كذا حاجة وانت ما عندكش يعني ايه، ما عندكش الصبر بقى وما عندكش. بعدين الناس عندنا في مصر هنا خلقها ضيق، يعني الابات والامهات تلاقيهم خلقهم ضيق ومش طايقين مراخيرهم، تلاقي الدنيا صعبه جدا والاعباء الماليه ومش عارف ايه. ما تجيش انت بقى تقول لي هجيب 15 20 عيل، مش فراخ يا حبيبي يا بابا، هي مش فراخ والله. يعني انت لما تجيب 20 عيل انت استفدت ايه؟ يعني انت استفدت ايه في حياتك؟ انت راجل؟ طب ما انت ممكن تجيب واحد تبقى زي سيدي الرجاله يعني. لو انت باصص لها من الناحيه دي، ما في ناس متخلفه كتير يعني، انت فاهم؟ بيقنعوا نفسهم ان هو لما يجيب عيال كتير يبقى كده وحش الوحوش يعني. لا خالص على فكره، ما انت فرحتي انت جايب 15 و15 13 في السجن، وواحد ممسوك بيتحققوا معاه، وواحد تاني مثلا مدمن مخدرات، يا يعني يا زين ما جبت بصراحه، انت فاهم؟ فعلى ايه بالمرمطه؟ فانت يجيب واحد اشتغل عليه، يجيب 2 اشتغل عليه، اكتر من كده يعني هبل بصراحه، وملهاش علاقه بالفلوس، وملهاش علاقه بنظره الناس، وملهاش علاقه بان انا حر، وملهاش علاقة. انت مش حر، انت عايش في مجتمع، يعني دي ملهاش علاقه بالحريه، دي ملهاش علاقه باي حاجه، دي اعباء انت بتضيفها على المجتمع وبتضيفها على الناس وبتضيفها على الناس اللي عايشه في المجتمع، يعني في كل الاحوال ده عبء يا عم. لو مش عبء علينا عبء عليك. فبجد بجد بجد يعني لازم الموضوع ده الناس تفكر فيه كده وتغير طريقة تفكيرها، وتحاول ان هي كده تهدى كده، تمام؟ وتحاول ان هي تركز في عيل او 2 بالكتير، تمام؟ لان بجد الموضوع اوفر جدا، وبجد الناس اللي بتعمل كده بيبقوا على مستوى متوسط جدا من العلم وعلى الامكانيات والامكانيات المالية، تمام؟ الغالبية العظمى يعني. وبرضو انا مش مع ان انت حتى لو انت امكانياتك الماليه تسمح لك ان انت تعمل ده، في ان انت تعمل ده، لان يعني الحياه اثبتت والمراحل والتجارب اثبتت ان مش بالفلوس خالص. يعني انت مش بالفلوس هتطلع عيل نظيف، مش بالفلوس هتطلع عيل مخ نظيف خالص، مش بالفلوس، بالتربيه، تمام؟ بان انت تتكلم مع ابنك وتهتم بيه وتربيه وتعلمه احسن علام. لو عملت كده مع 10 غير ما تعمل كده مع 2، يعني لما توزع المجهود بتاعك لو هو 100% هتوزعه على 10 كل واحد ياخد 10%، لكن لما يبقى 100% وتوزعه على 2 كل واحد ياخد 50% من اهتمامك و تعبك، فاكيد البروجكت بتاع 50% 50 50 هيطلع احسن من كل واحد 10%، ده لوجيك يعني. بس فدي كانت حلقه النهارده من الفكره. نتمنى الحلقه تعجبكم، ونتمنى ان الافكار اللي احنا بنجيبها في برنامج الفكره تبقى افكار حلوه. ولايك وسبسكرايب وشير. كان معاكم محمد محسن، استنونا ان شاء الله الحلقات الجايه تنزل على اليوتيوب. سلام. We'll be right back.